هل تجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ نعم يجوز. نعم يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة، ما في أي مشكلة، هو غسل واحد. لأن تكرير الغسلين، أنت واحد جنب ويوم الجمعة. لا نقول له اغتسل الجنابة ثم اغتسل الجمعة، لا هو غسل واحد. فاجتماع أكثر من موجبات للغسل يجزي عنه غسل واحد. مثل الذي جامع زوجته، ارتكب موجبين للغسل، التقاء الختانين موجب للغسل وإخراج المني موجب للغسل، ومع ذلك أجزى عنهما غسل واحد.